أنا بناشد من خلال القدس التربوي. ابني طلع من 20/9 وما عودش رجع على الدار، منعرفش هو بإسرائيل، هو بالقدس، هو في نابلس، هو أنا يعني مش عارفين إحنا وين. وناشدنا السلطة الفلسطينية ما جابولناش عنه أخبار. ناشدنا الإسرائيلي، الإسرائيل الرابطة ما جابت الناس عنه أخبار. وإحنا بدنا يعني اللي بيعرف إنه أشرف عبد الرحيم عبد الحليم جابر هو من الخليل، بس سكان عنابوس، سكان عنابوس، عمره 17 سنة، وخلى هويته في قلب الدار، وإحنا نشرنا صوره وما حدا جايب لنا عنه أخبار. أنا بناشدهم يدورونا عليه ويعطونا خبر عنه. يعني احنا في الدار كلنا يعني قلقانين، لا اكل بناكل، لا شرب بنشرب، لا نوم بننام، احنا يعني على اعصابنا منهارين. انا وعماته وخواته اربعه، وامه، وانا وبناتي ثلاثه، وانا ست، وانا الرابعه، يعني مش عارفين نقعد في الدار. سيده اختيار كبير بطل يشوف عشانه، وشو بدنا نسوي؟ يعني انا بترجى من الله اللي بعتر بهذا الولد يقول لنا عنه. هذا هو.